مركزي الثالث. الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، ينطلق الشوط التاسع من أشواطنا في هذه الفترة الصباحية لنتابع منافسات وتحديات السباق المحلي الثاني في ثاني أيامه، حيث اندفاعات سن الحقائق مع 3 كيلومترات وشعارات يا أبناء القبائل. تاسع الأشواط هو الذي يسير بين جنبات هذا الميدان، وشوط خاص بالبكار. نسير مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول لنتابع أمور الصدارة والبداية. مع المقدمة نشاهد تقدم مشرفة تأتي بشعر ناصر بن حسن البادي النعيمي، من يقدم لنا مشرفة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. نقلة مباشرة إلى المركز الثاني لنتابع مشاهدينا الكرام. مع ثاني المراكز نشاهد في هذه اللحظات التقدم والاندفاع من خلال وصول شودة لجابر بن سالم الجربوع المري على ما يبدو، ولكن نشوف التسلل في هذه اللحظات مع المركز الثاني من واقع الشعار، شعار بن بريكان القادمة في هذه اللحظات. مع ثاني المراكز نتابع التواجد والانطلاق من عنيدة لسالم بن صالح بن بريكان المري، من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات وغيرت إلى مقدمة الشوط. ناخذ المركز الثالث، نتابع التقدم من شودة جابر بن سالم الجربوع المري. بينما في المركز الرابع، رابع المراكز، شوف التقدم والاندفاع في هذه اللحظات مع انطلاقة مرور خميس بن عبد الله المحمد، وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا مرور. وفي المركز الخامس من الجانب اليمين شاهد في هذه اللحظات التقدم من عشم اللي خذت المركز الخامس لثلاب بن علي بن حشيفان الهاجري. هذه النتيجة، هذه الأسماء الخمسة مشاهدين الكرام المتقدمة في هذا الانطلاق. ولكن شاهد الأعداد اللي خلف الفايف ستار، ما شاء الله على سن الحقائق وهذه الأعداد المشاركة في صباح هذا اليوم. تابعوا عبر شاشة قناة الريان الفضائية في الكادر السفلي الأعداد والشعارات القادمة. ولكن العودة إلى شعار بن بريكان على مقدمة هذا الشوط، من يقود الأسماء يتقدم مع الصدارة، يتقدم مع المركز الأول من خلال اندفاعة عنيدة على صدارة هذا الشوط لسالم بن صالح بن بريكان المري. يقدم لنا شعاره على البداية الأولى، ولكن تحركت عشم على المركز الثاني، تتقدم بشعار ثلاب بن علي بن محمد بن حشيفان الهاجري. ولكن شوف الوصول، أول ندى لطلعة حمد بن عبد الله بن قرح وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا شعاره مباشرة إلى مقدمة الشوط. وفي المركز الرابع عليها الرقم 51 من وصلت أوزان علي بن هادي العذبة المري، بدأ يقدم لنا شعاره. في المركز الخامس مرور لخميس بن عبد الله آل محمد. هذه النتيجة، هذه الأسماء الخمسة مشاهدين الأعزاء. ولكن العودة إلى الصدارة مع شعار الزعبي على مقدمة الشوط. يا سلام يا طلعة، ال 500 متر الأخيرة والمثيرة، وهذه طلعة حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، من يقدم لنا طلعة على مقدمة الشوط. ولكن عشم على المركز الثاني، تأتي هي الأخرى لتتقدم بشعار ثلاب بن علي بن محمد الهاجري. والمركز الثالث شعار بن بريكان. رابع المراكز وصل بن مهيرة في أول ندى مع العزوم سعيد بن سالم بن مهيرة. والمركز الخامس وصل شعار بن سلامة مع الطيارة عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، يا سلام يا طلعة، الأمتار النهائية والمثيرة. وطلعة هنا مشاهدينا الأعزاء تحضر في صباح هذا اليوم بشعار الزعبي، بشعار بن قرح. ما شاء الله وتبارك الرحمن، سلام يا مخوف على هذه المتابعة مع طلعة حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كان من نصيب عشم لثلاب بن علي بن محمد الهاجري. والمركز الثالث من وصلت مع ثالث المراكز مشاهدي الأعزاء العزوم لسعيد بن سالم الجربوع المري. والمركز الرابع، رابع المراكز الطيارة لعبد الله بن علي بن سلام الهاجري. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت السنة لمحمد بن علي بن حمد المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. ولكن شعار مخوف من وصل
وتقدم مع طلعة التي حققت ناموس هذا الشوط باندفاع جميل في اللحظات الأخيرة. نتابع التوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية، محقق الفوز والانتصار وقاطع 3 كيلومتر في 4 دقائق 41 ثانية 55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن عبد الله بن راشد الزعبي على فوز طلعة بهذا الشوط، بينما المركز الثاني وصلت عشم وتوقيتها الزمني هو 4 دقائق 42 33 جزء من الثانية. تهانينا لثلاب بن علي بن محمد الهاجري على فوز عشم بالمركز الثاني وثالث المراكز. من وصلت مشاهدين الكرام مع المركز الثالث كان من نصيب شعار بن مهيرة مع العزوم في توقيت مقداره 4 دقائق 43 و3 أجزاء من الثواني. تهانينا لسعيد بن سالم الجربوع المري على فوز العزوم بالمركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع.